إطلاق شباك السيارات الإسلامية في على مستوى وكالة وهران، وهو شباك تاسع على مستوى ولاية الوطن في بنك الفلاحة والتنمية الريفية. نعم، هناك إقبال كبير من الزبائن، حيث قمنا باستقطاب يعني مبلغ ما يقارب مليار دينار جزائري من ودائع جديدة في هذه شبابيك التسعة التي قمنا بافتتاحها. وهذه الخدمات السيارات الإسلامية سوف تعمم عما قريب إن شاء الله إلى جميع ولايات الوطن، ونصب أن تكون هناك شبابيك أو وكالات خاصة للصرف الإسلامية عبر كامل وكالاتنا 327 بنهاية العام القادم إن شاء الله.